كان يجب أن أرسل سونغور خلف نويان وحدها. سيدي، لو أرسلت 500 محارب معه، فهل تعتقد أنه سيكون أفضل؟ هذا سوف يقيد حركته. هو لم يذهب للقتال، بل ذهب كي يحاسب المجرم. أرطغرل في مكان ما، وسونغور في مكان آخر. خسرت الآن كلتا ذراعي وعيني وأذني وكبدي. أنت نويان الذي كان يطلب أن يمتلك الدنيا؟ وحشيتك وهمجيتك لا مثيل لها أبداً. وأنت؟ متى ستترك تصرفات القصر هذه؟ أخبرني عن رحلتك المباركة. كنت أتمنى أن يكون لي نصيب بأن أسمع كل ما أريد سماعه من قائد صاحب أفضال مثلك. أنا سوف أعطيك خاتم أوغوز خان أيضاً. ستأخذه مني وتسلمه لأوغاداي، وستأخذ المنصب الذي تريده. أنا أعلم جيداً أن ذهاب نويان أحزنك، فجئت لكي أسأل عن أحوالك. ثم قلت ربما أخفف عنك قليلاً. شكراً لك، فوجودك يكفي. لا تقلقي من هذا أبداً غونجاغول، فلا مشكلة أن أكون أختك. يكفي أن أجد في قلبك رغبة لذلك. اليوم أو غدا سوف يكشف أمر من سرق ذلك الخاتم من خيمتي، وسيعود كما عادت لنا سيلجا، وسوف أمسك بذلك الخائن وأعلق رأسه وسط المخيم، وعندها لا أحد أبدا سيستطيع إنقاذه. الربيع قادم بنو شيشي، وهذا الشتاء قد أتى لنا بالبركة. أزهار الجبال تزهر والعشب قد نبت. لا تقلقي أبداً يا سيدتي. طاب نهاركن يا سيدات. خيراً. ذاهبة لزيارة. ولمن تذهبين؟ منذ فترة قريبة قتلت امرأة مسنة، هل تذكرين أيتلم؟ سأذهب إلى قبرها. لا أحد يعلم من الظالم الذي أساق روح المسكينة. ما شاء الله، أنت وفية جدا. ليكن أحد وفيا في القبيلة أفضل من أن يكون فيها جناح، فما رأيك؟ هيا عملا موفقا. ما الذي تحدثت عنه تلك المرأة؟ إنها مجنونة ولا تدري من سوف تطعم بسكينها. لا تهتم، هيا بنا. الصلح جاء، أما الآن قد بدأت حربنا نحن. من أين أتيت بكل هذا الذهب أخي؟ هذا أحد أسلحتي لمواجهة الموانع التي ستقف أمامنا حين نأخذ الإمارة. هذا دعم الأمير سعد الدين كوبيك.
طالما أن هناك حمقى كسونغورتيكين فلن يكون هناك حاجة لاستخدام هذا الذهب. ماذا حدث له؟ بلديمير وسونغورتيكين قد اختفيا عن الأنظار، وكل من في خيمة هايما لا يفتحون أفواههم. واضح أن هذا الصلح سوف ينقض. اختفاؤهما عن الأنظار ليس علامة خير أبداً. واضح بأنهما يسعيان خلف نويان. خيراً، ما الأمر ابنتي؟ الأم هيمة طلبتني اليوم لتستجوبني. لا تقلقوا من الأمر، أعطيتها الجواب اللازم. لا زالت تسعى خلف موضوع الخاتم الضائع، وبما أنها استجوبت ابنتي جونجاغول فمن الواضح أن سيلجان وراء الأمر. ولا تنسي حليم عمتي. هذه المرأة تجاوزت حدودها لدرجة أنها تستجوب كنتها. عملنا لن يكون سهلاً أبداً يا أخي. ما نفهمه من هذا أنه إن لم نهدم خيمة الكاي بأسرع وقت فلن نرى الراحة أبداً. ابنتي، اعلمي بأن جوندوغدو هو أهم قيمة من هذا الذهب لإمارتنا. أتمنى أن لا يعيق طريقي هو الآخر كأخيه. وماذا لو أعاقك؟ إن فعلها فإخوته وأمه وهو معهم أيضاً سيملؤون القبور. يجب أن نستغل الفرصة، وإن تطلب الأمر سنتبع أثره حتى جهنم. ألم يشتق الأولاد إلى والدهم تانغوت؟ كلهم حزينون نويان، فرؤيتك تحت الأقدام مثل كلب نافق كانت ثقيلة عليهم. الأولاد قد عطشوا لدم والدهم. يريدون أباً يجلب النصر لهم، لم يعودوا ينتظرون أباً يكبدهم الخسائر. أوغاداي سوف يحاسبك على هذا تانغوت. اهتم بمشاكلك يا نويان. عيد هؤلاء الجند سيكون حين يرونك ميتا.
الكذب ستأكل بعضها سيدي. في هذا اليوم سيسفك دم تانغوت فقط. جميعكم خدعتم بكلامه. اتركوا سيوفكم واذهبوا دون أن تنظروا خلفكم، ولن يصاب أحد منكم بأذى. هذا وعد مني. هيا نويان، خيولنا جاهزة. هاجموهم يا أبطال. هيا. إياكم أن تدفعوا له بالهرب. اركضوا. لقد حان الوقت، هيا اتبعني. سأعود لأجفف نسلكم سونغورتيكين. أخبر أرطغرل أن ينتظرني، سآتي لأهدم قبيلتكم. نويان!
دلتمير، دلتمير سيدي، لا تتركوا دماء الشهداء ودم ابنتي يذهب بالحساب. أخبر بهذا الكلام أرطغرل، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خيرا سيدي، لما توقفنا؟ استمروا أنتم، استمروا. أمرك سيدي. السلام عليكم سيدي. السلام عليكم. خيرا أمي، كأني أرى وجهكم حزينا. تعال لندخل أرطغرل. اجلسا. ما الأمر أمي؟ التاجر أفراسياب كان يعمل مع نويان. ماذا تقول يا أخي؟ لقد اختطف سيلجان. لا داعي للقلق، سيلجان بخير، فقد ذهبت وأعدتها، وحمزة قد استشهد. ونجحت بجلب نويان إلى هنا.
هذا أجمل خبر سمعته. ونويان، عندما كنا سنحكم عليه أتى الأمير سعد الدين كوبيك إلى هنا وقال إن الدولة اتفقت مع المغول وقد عقدت صلحاً معهم. وما علاقة هذا بنويان؟ 3 من قادة السلاجقة مقابلة نويان، ولهذا سلمناه له. ماذا تقولين أمي؟ كيف تسمح لهم بذلك أخي؟ لأننا لا نريد إفساد الصلح بين الدولة والمغول. ألم تفكروا ماذا سيفعل ذلك القاتل للنساء والأطفال؟ أنت قلت لي قبل قليل إنه خطف زوجتك سيلجان، كيف تتركونه وأنتم تعلمون جيدا ماذا سيفعل بنا بعد أن ينجو؟ ماذا قال سونغورتيكي؟ كيف سمح لكم أن تتركوه؟ هو الذي أقنع القبيلتين أن الصلح سيكون أفضل لنا من قتل ذاك المجرم. قل لي أخي، ماذا تريد أن نفعل؟ ألم نضحي بأرواحنا من أجل هذه الدولة؟ والآن كيف سنقف أمام قراراتها؟ بهدر الدم، والصلح يجد طريقه أخي. أما الصلح الذي سيأتي من أجل إنقاذ رأس ذلك الوغد فلن يفيدنا ولن يفيد الدولة السلجوقية أبداً. لم تأخذوا احتياطاتكم أمي، هيا تكلمي، بكم من الأرواح ضحينا مقابل أخطائكم هذه؟ وسوف نرى ما عاقبة تصرفكم هذا. أين سونغورتيكين؟ لقد لحق بنويان ودلدمير ذهب معه. يبدو أنه مصاب. بنا يا سيدة مسكين واضح أن السيد دلدمير قد توفي. الذي لا ميت دلدمير. متى ستنتهي هذه الأزمة؟ سيد دلدمير. سيد دلدمير. كان الرجل الراحل. سيد دلدمير. قد كان أبا المجرمين. سيد دلدمير. لقد قتلوه. يا إلهي. سيد دلدمير. سيد دلدمير. رحمه الله. تعال لنعرف ماذا جرى. سيد دلدمير. إنه مقتول. سيد دلدمير. سيد دلدمير. سيد دلدمير. دلدمير. سيد دلدمير. لا إله إلا الله. مسكين. قتلت تانغوت، إنه خسارة، لكن نويان استطاع الهرب. يا الله، قتله المجرم. لقد مات. قتله المجرم. يا إلهي. يا إلهي. لقد فارقنا. أعيدي رجل الله. كيف قتلوه؟ يا الله. يا إلهي. وصلنا. سيدي. سيد دلدمير. يا إلهي. لقد قتلوه المجرمون. سيد دلدمير. لقد خسرنا. وأسفاه علي. سيدي. ماذا سنفعل من سيدي دونه؟ كان رجلا رائعا. سيدي. رحمه الله. إلى متى سيبقى حالك؟ اختصر ما هذا الرجل الطيب.
لقد خسرنا لقد خسرنا هذا الرجل الصبر يا الله يا الله يا الله أبي 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 المسكين يا إلهي لا وصلت دلدمير دلدمير يا رب دلدمير يا رب يا رب أبي يا إلهي أعاننا الله على أبي هناك أمر غريب أولوبيلجي، وإلا لما تجرأ ذلك الجبان دانغوت على أن يفعل هذا معي ويخونني. لو أن سعد الدين كوبيك لم يرمي له العظام لما تجرأ على فعلها. أرسل الجثة إلى سعد الدين لكي يرى ما حدث له. يجب أن نذهب إلى أوكاداي بأسرع وقت. لكنك متعب نويان، ارتح قليلا. لا وقت نضيعه هنا، يجب أن نجهز جيشا قويا ونكمل المهمة. إن دولتنا أمرت بالصلح، وها هو الأمير سعد الدين كوبيك بنفسه قد أتى وشرف قبيلتنا بزيارته كي يحل هذا الأمر وينهيه، ولكن هم لا يهمهم ذلك أبدا. إنهم لا يستطيعون قتل نويان في مخيمهم في ظل هذه الظروف، ولكن قتلوا تانغوت. ونويان قد نجح في الفرار. إن سونغور تيكين وأرطغرل لن يتركونا وحدنا وسيبقون وراء هذه المسائل إلى أن يصلوا إلى مرادهم. وذلك الحداد، جنازته غدا؟ نعم. أريد أن أحضر جنازته قبل أن أذهب، وهذا واجب بما أنهم قريبون من المتوفى. أريد أن أكون بجانبهم لأعزيهم فيه. هل سمعت ما قلته أيها الأمير سعد الدين؟ قلت يجب أن نقتلهم، وأنت تريد أن تشاركهم الأحزان. ترى أيهما الأقوى، جموش تيكين هذا أم سيفك الحديدي؟ ما يقطعه السيف يصبح تراباً،
لكن ما يقطعه هذا يبقى على الدوام. إن كنت تريد أن تكون قائداً فيجب أن تعرف أن من يحاول تنفيذ مهمته دائماً بالسيف فقط عمره يتعلق بحد سيفه، أما المهارات فتكون في نحت وزخرفة الشيء لكي يدوم لأطول وقت ممكن. يجب أن تنتصر دون دم وأن تسعد الأهالي بانتصارك. أما سونغورتيكين وأرطغرل فلنتركهما يلاحقان الموت بدل أن نرى وجهيهما العفنين والمشؤومين. كيف سيتم هذا؟ حين يأتي وقته ستعرف كيف يتم. والآن اذهب. أيها الأمير، ما الأمر؟ لقد رأيت حصاناً وفوقه جثة واعتقدت بأنه يجب أن ترى ذلك. أها. هيا. أرني. يا نويان. نويان، يا لك من ولد قذر. إذا أنت من أخذت الخاتم سونغورتيكين. حسناً، خاتمنا أصبح في أيدٍ أمينة. خذوا هذا الرجل إلى الغابة ليكن موته فرحةً للذئاب والطيور. من يجعل الحياة وطناً هو التراب. فليكن هذا التراب موطنا لك، فلقد ضحيت بزوجتك وأبنائك ومن ثم ابنتك. ولهنا أنت استشهدت حتى تجتمع بهم. لكن اعلم أنني سوف أجعل هذا التراب وطنا لك، ولن أتوقف حتى يأتيني الأجل.
ليكون كلامي وعدا لك سيدي، سأبني وطنا في التراب الذي دفن فيه جسدك. وأنا معك في الطريق الذي عزمت السير فيه سيدي. لقد أفنيت عمري وأنا أنتظر أن يأتي رجل مثلك. كان الله معنا في هذا الطريق. أنت تستحق هذا السيف، ليكن مرفوعا من أجل الحق ونصرا للمظلوم إن شاء الله. ما شاء الله. نحمد الله لأنه أرسلك إلينا بني. أرطغرل كان محقا. نويان سيعاقبنا على فعلنا، ودلدمير البداية، وستكون النهاية أمي. إن شاء الله ابنتي، إن شاء الله. السلام عليكم إخوتي. تقبل الله شهادته. فليتقبله الله. من نحبهم في هذه الدنيا كلهم يتركوننا، فماذا سنفعل؟ يجب علينا الموت من أجل من بقي يا توركوت. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. سيد أرطغرل دلدمير رحل، كان سيصنع لي سيفا ويجعلني رجلا. لا تقلق بني، رجل مثلك لن يبقى وحده في هذه الجبال. من الآن وصاعدا ترى لي أمانة عندك وعندي أنا أيضا سيدي. حسنا أرجوك، شكرا لك.